بالحقيقة قررت طلع الشيف الصغير يلي جواتي وأعمل سندويشة دجاج مع المكونات البسيطة الموجودة بالبيت، وكان هالفيلم. تفضلوا. صدر دجاج، وبعد التنظيف قطعته لشكل أصابع، وبعدين حطيت المعلاية وحطيت فيها زيت قلي، قطعت بصل وحطيته، وقطعت فليفلة خضراء وحطيتها مع البصل وخليتهم ينطبخوا مع بعض، وبعدين حطيت ملح لحتى أحصل على الطبخ السريع ولحتى أحصل على المي الخاصة من البصل والفليفلة. قمت مكان لحتى أقدر أحط فيه الدجاج الني، ونزلت الدجاج على مهلي بنفس المقلاية اللي فيها البصل والفليفلة اللي عم بنطبخه لحتى أحصل على مية الخضرة تنطبخ فيها الدجاج. وبعد ما بلش يستوي شوي الدجاج حطيت عليه كمان معلقة ملح حتى اقدر احصل على المي الخاصة من الدجاج لحتى اخذ طعمة كتير ظريفة وطيبة. بلشت اقلب الدجاج على مهلي، وبس شوي استوى خلطت بين الخضرة وبين الدجاج. بعدين حطيت مقدار معلقتين كبار بهارات مشكلة وخلطت الخضرة والدجاج مع بعض لحتى يستووا سوا وناخذ الطعم الطيب. بلش الدجاج يستوي والخضرة وياخذوا لون والريحة صارت كتير ظريفة. وفجأة هلا في نقطة كتير مهمة، كأنه الغاز ناقص، مو كأنه أكيد طفيته كمان بالغلط خالص الغاز. للأسف ما كان استوى الدجاج والخضرة منيح، بس ما باليد حيلة مثل ما بيقولوا، واستنيت لإجت الكهرباء وكملت الطبخة على الطباخ الكهربائي، وما عاد إلي نفس للتصوير، بس طلعت سندويشة طيبة، وخصوصا إني حطيت معها صوص باربيكيو. وسلام.